وصلنا لفقرة ريلوكينج لليوم مع سيمو مندلا. صباح الخير، ينعاد عليك. وعليك ان شاء الله بيكون على كل المشاهدين وعلى كل الام تي في، ان شاء الله بيضلوا هالهمة وهالقوة. والعيد خير على الجميع، خير للكل، ومعيدة كمان لكل لفامي مندلا يلي جورج وميا وفابيولا وطارق وكلهم. اليوم سيمو معنا، بدنا ما بعرف قد ايه رح نغير لوك، شو رح نعمل تحديدا؟ رح نغير لوك، رح نغير لوك اكيد، مش دائما اذا كان الشعر لهون صير لهون 100%. عندنا لبنانيه هاي سعدي لون شعر طبيعي ناتشورال، بعد لهلا كثير منيح. جربت اعمل لها شوي كم ماش صغار هيك حمر قريبين، ايه تتعمل حتى ما تلعب بكل شعراتها، لانه شعراتها خرج دعائي. حابه تغير شوي بالكاركتر تبعها، رح اجرب غير لها واقصر لها قصير. حنشوف المفاجاه هلا. يلا شو رادي سالي، شجاعة سالي لحتى تقص قصير مع هالشعر الحلو. يعني فينا ما فينا ننكر انه شعر سالي كثير حلو وعبي والكواليتي حلوه، ما هيك؟ احلى ما تحط اكستنشن 100%. والله هيدي شعراتها ناتشورال، انا اعصابي متفقين حتكون كثير ناتشورال مثل العادة. الشغلة اللي بحبها دايما، لأنه مرة هيك مرة بنعمل فانكي، مرة بنعمل مرة من جن، مرة بنكون روعة. هديك المرة كان كمان زيت الطريقة، بقي الشعر طويل، كان رواق هديك المرة. بس هلا هون بدي ما يسبولي الناس. لا لا لا، بحبوا الشعر الطويل بلبنان سيمو، ما فينا ننكر هالموضوع. هو الشعر الطويل كتير حلو، مين قالوا شغل؟ فمن جن هيك ما كتير منقصر عندك. قلت لك انه بركي كنا عملنا انا وياك اليوم زبطنا شوي شعرات، ان شاء الله غير مره حابرمها شوي على الكاميرا مشان ننقذ الناس. عم نقص على الناشف كمان. قد ايه هالشغله سهله او صعبه سيمو؟ بالنسبه لي ما لها، ما بأثر، الجالس بيطلع جالس. خي ما كثير لكن جلنا اطراف. هلا يعني قد ايه بيتاثر الشعر، قد ايه بيبين فرق سيمو اذا شلنا منه 5 سنتيمتر او 4 سنتيمتر؟ اول شيء للكارير تبعيتها الشعر الاقصر شوي احلى. حسب طول الجسم، حسب الوزن، شوي يعني مليانين اعراض، وجهها ضعيف مفروض ضل عندها فوليوم بشعراتها. كنا بدنا نجرب نعطيهم بس ما حبت كثير تقصر، نعطيهم دونيشن للكانسر سنتر، للاشخاص اللي مصابين بالسرطان. ودائما بنحكي عن هالموضوع، حلو انه نذكر فيه اليوم سيمو بمناسبة العيد، كل الأشخاص اللي حابين يغيروا اللوك. نعمل هالشي بدون ما نعلن عنه، يعني لأنه بنعمل نهار بالسنة دايما دونيشن للي بحب يقصوا شعراتهم، بنقدم لهم إياهم، بنقدم القصة ونقدم لهم بتقدموا لهم القصة لإلهم وبتاخذوا الشعر مشان يستخدم. اي مزبوط. قد ايه لازم نقص من الشعر سيمو بما إنه ذكرنا الموضوع؟ لحتى نعطي مينيموم 20 سنتيمتر، لانه 15 سنتيمتر ما راح ينفع حدا. مينيموم 20 سنتيمتر حتى تقدر اذا بده يخيطون او يلزقون يضل في عندهم شوية طول معين. ولازم ينقصوا بطريقه انه يكون شعر مثل سالي، يعني يكون الشعر بذات الطول أكيد. وينقص كمان بشكل متوازي ومتساوي. هلا سالي بدها تترجع تاخذ شعراتها مثل ما كانوا طوال، بدها مينيموم 8 شهور، لانه عندها كاليتي شعر بتطول مش ملعوب فيها. بتطول بسرعه، بدها سنه بترجع بتعمل ذات اللونجر اذا بتحب، بس انا بفضل انه ما يكون كثير شعرها طويل حتى ما ياكلها وشها. ودائما بتقول انه لازم ننظف شعرنا كل تقريبا شهرين. ما بيعني، بس المفروض قد ما بنعمل براشينج، قد ما بنعمل براشينج الشعره بتقصف شوي،
على السيشوارات سيرتو عم بيستعملوا سيشوارات قوية، هيدا بدي حذر منها. لأنه السيشوار القوي الشعر مصبوغ أو معمول بالياج كتير بيقطش، وسيرتو ملغوم بيكونوا سيشوارات ملغومين عم بيضايقوا كتير الشعرة. الشعرة عم بتنشف وعم تعمل لها برودي وبانبيل وأشياء وحكايات ما عم بت ما بتصح. السيشوار القوي الست بدها تعرف، السيشوار القوي ما بيسوى. كيف بدها تعرف؟ تعرف أي سيشوار عم تستعملش قوته. ممنوع السيشوار يكون أكثر من 1500 ل 1750 وات. ممنوع. مش مفروض أبدا، مش مفروض أبدا نستعمل سيشوار أقوى من هيك. على كل حال سيمون، بفتكر بنقدر نحذر من بعض الحمام لما بينعمل الشعر بسيشوار ممكن يكون ضره. بمغط، ليش بمغط؟ لأنه بيطلع ريحته وبيقسى الشعر. بتعمل برشي كل جمعة مرتين ثلاثة، الشعرة بتصير مثل مثل الإلاستيك بتمغط. هيدي شغلة نحافظ على شعرنا اهم من 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 الاعتناء فيه، اعتناء انه ما نعمل سشوار، لانه السشوار كثير رح ياذيها 100%. لازم يكون السشوار خفيف، بحاجه انه يعملوا يكون السشوار خفيف. اكيد 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 ممنوع يستعمل باوروبا السشوار اكثر من، لانه هيدا بحافظ على صحه الشعره وبيؤذيها اكثر من اللون. اللون ما بيأذي قد ما بتأذي، قد ما بيأذيها السشوار أكيد. حتى ليلي منن عاملين لون السشوار مضر. لا، للي مش عاملين لون أخف. بس لما نعمل سشوار كتير قوي، أنا هيدي يعني بحذر منها كتير، لأنه كتير قوي السشوار بيقول لا يخلص بسرعة، مش مفروض أبدا، بيحرقها حرق ولا يداينه كمان. العوز بالله والفير. ما في، ما لها علاقة. ما في ست أو بنت أو زغطورة ما بتغسل شعراتها مرتين ثلاث مرات بالجمعة. 100%. الفير كمان بضر شعر؟ لا، ما في شيء بضر إذا كان عنده الحرارة المقنعة. الحرارة كتير مهمة على الشعر. نعم. يعني مثل ما الشمس بتحرق لك الجلدة، كمان بتحرق لها الفايبر. خليني بس علق بشغلة، إنه تغيرت القصة كلياً من مجرد ما نشيل منها شوية طول. يعني اللوك كله صار مختلف. سيمو، شو بقي انه ينعمل؟ التريمينج شوي بالكعب ولا نتفه تعمل فيهم شيء هلا. بس لانه شعرها كثير سميك راح اخذ طرف الشعر واعمل له شويه افيلاج من تحت انجا ليجيرمون، حتى شعرها ما تيجي بلوك، منشان ما يكون بلوك واحد الشعر، لانه في شعر اللي خفيف ما بنعمل له افيلاج للفوليوم. بالعكس انا بدي خفف فوليوم من طرف الشعر، مش بدي زيدها فوليوم. اكيد، لانه هون في ديجا فوليوم، الشعر عبي وحلو وطبيعي وبيلمع وكل شيء، فبدك بس تعمله بطريقه انه ما يصير كثير قصته قاسيه بالكعب. ابدا، هيدي هي القصه، دائما بدها تنحيط. افيلاج كلمة بشعة ما بحبها أنا. بحب ينحط الشعرات شوي لحتى خفف له، واللي بدها تعمل فوليوم بده ينقص سلايتنج بهالطريقة هاي. بس من جوا مش من فوق، من تحت. هيدي بس جست حتى ما الشعرة تطلع فرد شقفة واقفة. وهيدا ببين يمكن أكثر من بعض الحمام، إذا انترك الشعر من دون براشينج هون بياخذ بعضه، لأنه شعرها كاليتي تبعه هي زيت الطعجة. بس أنا زدت عليها شوي، لاحظت هذيك المرة بالقصة اللي عملتها لزميلتكم تحت كانت بزيت الطريقة. مثل ما كان، مثل ما بتتحمم بتظهر. وهلا شفتها، هيدا الحلو إنه بس هي تمشت شعراتها بالبيت، لأنه صار في كثير ناس صراحة عم بلاحظها يعني ما عندهم وقت، لازم يعملوا وقت لإلهم انه هي تقدر تظبط شعراتها بالطريقه على طريقه القصه. بتضلها ارتب ما تروح تعمل برشنج، مش هيك القصه انعملت حتى الوحده تقدر تمشط حالها الست. اكيد، وعلى كل حال بيضل اللوك ناتشورال اجمل. لما بتكون القصه جالسه مضبوطه، ومش كل ما تروح عند كوافريه طولت الغره قص لي اياها، هيدي كمان كارثه. لانه كل ما بتقصري بتروح الديزاين تبع مثل كانك تنوره عم بتقصريها اكثر من من اللازم. خدي مثلا تنوره شانيل ما فيك تعمليها ميني جوب صح اذا مش مقصوصه. ما فينا الغره نظبطها اكثر من مره، ماكسيموم ربع سنتي تنشيل منها، لانه كثير بتضيع من الفورم تبع القصه. اهم شيء وجهك واهم شيء الغره.
على كل حال ما بفتكر حاليا الغره القصيره كثير يعني دائما شيء دارج. البارح له مثلا انا حبت هي تعمل غره ما عملت لها لسالي، لانه سالي جبينها ضعيف والبلانتاسيون تبع شعراتها بيوقف، اذا بدها تعمل غره راح يطلع راح تضلها هيك عامله، ما عندها البلانتاسيون نازله مثل ستيل. يعني في ناس عندهم ستيل الشعره تطلع واقفه، وفي ناس ستيل تبعهم بالشعر بيطلع نازل وجهها. سالي غش يضحك بس ما لها عين تبين انه هالشعر الواقف. على كل حال يمكن الغره القاشطه على الجبين بدها شعر رقيق يكون اكثر سيمو لا ما خص ناعم. ما خص وجهها لسالي بيروح له بيروح للغره من هون لهون اوكي، لتقدر تعمل فورم للوجه بتجي من هون الغره كثير كبيره. بما انه شعرها عبي اذا بدي انزلها هيك انا على وشها راح ياكلها وشها كله، ما بقى عندها وشها صغير وطويل. أوكي. ما فيني ابدا انزل لها غره لانه شعرها منها خفيفه. ما فينا نقص غره لشو ما كان، يعني بتطلع كارثه على التي في صح او على بالعاده بدها تضل تعملها براشنج كل يوم كل يوم كل يوم وراح تكون كثير صعبه عليها. اوكي مثل شعرها فيك ايه لانهم اخف منها فيك تحملي غره، يعني اذا حابه تعملي غره شو قولك؟ انت بتعرف. انا برايي ما في شيء بيمنع، لانه انت اعلاميه بتطلع على التي في بتضلك تظبطي حالك كل يوم صح. ما عندك مشكله، بس يلي منه بيشتغل بالضمان بفضل انا تضلها ناتشغال، اذا ما عندها شعره بيزبط له الغره، هي اهم شغله صح. قد ايه بيتاخذ لون الشعر، لون العيون، الحواجب، فارم الوجه لما شخص بده يقصر يطول غرته؟ بنشوف غره لحد الدقن، للمنخار، للجبين، والشعر الطويل مثل سالي. بدي اخبرك شغله، اللون ما له علاقه، بس نحن هون بنتعب كلنا بدنا نصير شقر، هيدي المشكله. هيدي المشكله اللي بيمشي واللي ما بيمشي. وبالاخر انا وسالي راضيين بحالنا. كله بده يفتح شعر والحواجب وكل شيء، ما هيك سيمون؟ ما لرزمه مش لكل الناس اللون الفاتح. انا برايي نعم. ليك هيدا اللون شو حلو كثير. ليه اخترت لون على احمر شوي؟ حطيت له هالرفلين روج عطر حتى تحس حالها عملت شانجمون صغير، يعني ترميم. نعم. مش انه كل الشعر. اذا لاحظتي شو فيها؟ بتفرق بيناتهم، مش كل الشعر. ما بحب هيدا الشعر اذيه، بقص طبيعي وما بقص ما بنزعه. وبنصحها اذا شعرها ما ابيض ما تحط له الا هيك امتي رفلي دو ديفان، هي الرفلي من قدام. نحن بتلاقي البلياج معمول من هون ومن هون ومن هون ومن هون، كل الشعر يعني حرام ناذيه للشعر بدون ما نحس، بس رفلي على الوش. ما ضروري كل الشعر يكون عنده ورفليه، يعني ما يفرق كثير عن التوناليتي الاساسيه تبع الشعر. قد ايه تقريبا التشقير على البلاتين وعلى البلاتين دوري مش مشكله، اللي بيقدر يتحمل واللي هو ستار وبحب يعمل ما في مشكله، بس انا ما بحب كل الناس تتقلد ناس منهم قدها. هيدي الشغله. فانا دائما بحب مثل عندي بحبه، بحب الست المنازل اللي تطلع من تحت ايدي تكون مثل للناس مش مثل الناس. صحيح، ودائما هالشيء مصر عليه، ودائما هالشيء بتجرب انه تشتغل عليه مع كل الستات والصبايا تحديدا. أكيد. يلي اكثر شيء الصبايا المستقبل تبعنا. وخلينا نرجع شوي، كلمه ناتشورال صعبه، يعني هيدي البنت سالي ناتشورال ظاهره من البيت واجت اعطيتها طعجه صغيره تضلها مثل ما هي وفيها تظهر هيك، وعد مناسبه شغلها ما فيني اقصر غرر وكذا لانه بتطلع الطياره مجبوره تربط شعراتها. يعني كل انسان حسب شو بيعمل بالحياه، ما فيها تكون فانكي هي عم بتساعد الناس على الطياره وبتخدم الناس على الطياره. وبذات الوقت عم بتكون عم تحافظ على نوعيه شعرها كمان. أهم شي. على شكل طبيعي أهم على نوعيه. اهم شيء. او بدها تطلع على الشعر القصير لانه بحكم عملها المفروض تقص شعرها قصها ما تزعج شعراتها نازلين وهي عم تتمشى وعم سالي مضيف الطيران، لان اجباري اكيد مثل ما الكل بيعرفوا انه يكون الشعر مشدود، فبهالطول بفتكر كثير سهل انه تلفي شعرك لورا وتقدر تشتغلي، وبذات الوقت لما بتظهري بيكون هالشعر الحلو نعيما كثير حلو. الشعر تغيرت فعلا، صار في ريلوكينج سيمو بطريقه كثير ناعمه. شو ريلوكينج؟ هي بس توش وحده بتعطي ريلوكينج قصة شوي لون خصلتين وهي كانت كل هالقد بسيطة ما فيها
ما بدها شيء. اكيد الشعر القصه بدها تظبيط شوي هلا براحه الهواء. اكيد نرجع مدرك لجها شوي. نعيما سالي بده كثير شغل. انا جربت اعطي الفكره. شكرا لك. لاكثر وقال ماني ما عم بعلم القص، عم بعطي بس فكره الفكره قديش بدها تكون. ثانك يو لك سيمو من دلق. يعطيك الف الف ان شاء الله المره الجايه بتقعدي مطرحها. يلا انا ريدي. وقفه عليكم وعلى كل الناس. وعليك وقفه سريعه ومنتابع مع المسيح.